السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنكمل البي ال سي، تطبيق عملي إن إحنا ممكن نشغل موتور عن طريق توصيله بالبي ال سي. طبعا الدرس ده بتاع التايمر هنجربه عملي، إن إحنا إن الموتور الإنبوت 000 يشغل تايمر، التايمر بعد 10 ثواني هيشغل الموتور. طبعا أنا عملت داونلود، مشغل دلوقتي. بس طبعا اهم حاجة في قدامنا حاجة من اتنين، ممكن نعمل فولس اون، ممكن لو هنعملها يدوي بايدينا كده بس ايديك ما تتهزش. يعني طبعا لو لاحظت ان انا ايديا كل ما تتهز بيعيد من الاول تاني، لان السيجنال بتقطع وبترجع له من اول وجديد. فانا دلوقتي عايز السيجنال ما تقطعش خالص. زي ما انت شايف كده اشتغل. طيب لو ايديا شلتها، هل الموتور هيكمل ولا لا؟ الموتور هيفصل. طبعا لو انا عملت الاوتبوت ده، عملته ست بدل ما هو اوتبوت عادي كده، هيفضل مكمل على طول. لو عملته بطريقة ست او كيب زي ما احنا شرحنا في الدروس السابقة، لكن بالطريقة ديت زي ما انت شايف كده اهم حاجة ايديك ما تتهزش. كل ما هتتهز هيقطع الإشارة ويرجع يعيد من الأول تاني. طبعا الكلام ده شرحناه في التايمر، بس الأفضل تشوفه عملي بإيديك على الماتور. زي ما أنت شايف كده طبعا لو شلت إيديا هيفصل. شكرا ليكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.